السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. النهاردة هنتكلم عن مرض خطير موجود في حياتنا، يندر اللي ما فيش في حياته بيقابله مريض عنده أعراض هذا المرض. المريض ده هنسميه إنه مريض بمرض السنونو، مع احترامي للسنونو الطائر. المريض ده دايما تلاقي من صفاته إن هو دايما حاقد، دايما حاسد، دايما مغلول من لا شيء. المريض بمرض السنونو ده ان هو دايما همه الاكبر سايب حياته، سايب بيته، سايب اولاده، ان هو يتتبع سيرة الناس، يتتبع اعراض الناس. مريض السنونو ده ممكن يقابلك في حياتك، ممكن يكون جار من الجيران مريض بالمرض ده، ممكن يكون صديق قريب، ممكن يكون جار. كل اللي بيعمله فاضي، سايب حياته فاضي، يجيب الكرسي ويقعد قدام بابه ورصد اللي معدي، اللي خارج واللي طالع، اللي داخل واللي جاي. مريض السنونو ده مش سايب حد معدي في الشارع الا لما يمسك في سيرته. ست ماشيه، بنت ماشيه، بمجرد ما تعدي قدامه ويكون ما يعرفهاش لازم ينسج قصه هو واللي قاعد معاه عليها ويمسك في سيرتها، دي صفتها كذا، دي نعتها كذا، دي كذا، دي بتعمل كذا، وهو اساسا يكون ما بيعرفهاش، يعني اساسا ما يعرفهاش في حياته. مريض المرض ده من اعراضه ان هو دايما شايف نفسه ان اقل من الناس واقل منك، وشايفك انت فوق لانك انت مش شاغل نفسك بيه او مش حاطه في دماغك اساسا. مريض السنونو ده مريض موجود في حياتنا بشكل عام، بتقابله في حياتك، ممكن في شغلك، في دراستك، في بيتك، في الطريق. للأسف المريض ده دايما بيجتمع هو واللي يقعد معاه في نفس الصفات، الحقد والغل والكراهية. للأسف مريض السنونو ده الاسم بتاعه ربنا سبحانه وتعالى قال فيه: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ كأنه بيمسك بالضبط، تخيل معي الصورة، عندنا ميت مات ليه شهرين، الجثة اتحللت، اللحمة اترممت بتاعته، جسمه اترمم، ريحته الكريهة فاعت، هو طلعه من قبره وقعد ياكل فيه بمسك سيرته فيه. مريض السنونو ده انسان فاضي، انسان حاقد، حاسد. الحقد والغل والحسد دول مجرد اعراض بسيطة عند مريض السنونو. مريض السنونو ده دايما شايف نفسه وضيع، حقير، محقر من الناس، ما بتحبش تقعد معاه، بتتجنبه. مريض السنونو ده يا سلام لما يشوفك وانت جاي انت واولادك بعربيتك كده وانت نازل، حتى ما بيستحيش ان هو ينزل عينه يقول لك الراجل نازل باولاده ومراته، عيب لما ابص عليهم، لا ده عينه بتبقى رصدك فلقاك، ما فيش استحياء. مريض السنونو ده دايما عينه عليك، انت اشتريت ايه، انت بعت ايه، انت لابس نظيف ليه، انت مشتري العربية دي ليه، انت ربنا موسع عليك رزقك ليه. دايما حاطط كل الامور دي في دماغه، دايما حاطط كل الامور دي في دماغه. يا ترى انتوا في حياتكم عندكم مريض السنونو ده اللي هو حاشر نفسه في حياتنا، دايما مش مطلعنا من دماغه لا في نفسنا ولا في بيتنا ولا في اولادنا ولا في رزقنا؟ مريض السنونو ده اخطر مرض عرفته البشريه. عارفين علاجه ايه؟ بس ده المرض بيكون استشرى منه، بيجد لذه بيحطها له الشيطان في مسك سيره الناس وتتبع سيره الناس. وللاسف ربنا يرحمنا، يا ترى لو عندك مريض عنده الاعراض دي يا ريت تبعت له الفيديو ده، ولا تنسنا ان اعجبك كلامي بلايك وشير واشترك في قناتنا المتواضعة لعله يصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.